أكثر شيء جذبني للحبشة أنا شخصيا، أول شيء إنه وردت أحاديث الحبشة على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، وبالتالي أول هجرة كانت للمسلمين فين؟ كانت في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الميت على النجاشي ملك الحبشة. هذه كلها دلالات، وفي بعض الأحاديث الواردة فيها منها الصحيح وفي منها الضعيف عن الحبشة. هذا بالنسبة لوجهة نظري أنا، شيء يذهلني أو شيء يجذبني ليش الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذه البلد، إلا أنه ممكن لها علاقة أو لها صلة بالإسلام والتاريخ، هذا واحد. وبالتالي كان نفسي أزور إقليم تياغراي إلا فيه قبر النجاشي والمكان اللي استقبل فيه الصحابة، ولكن لم يسعفني الوقت، ولذلك هذا أول سبب يمكن يخليني أرجع للحبشة. طيب بعد ما قلت إيش اللي جذبني فيها تاريخيا، حتكلم عنها سياحيا. دولة قريبة جدا، دولة أجواءها عجيبة جدا، يعني لا نتكلم الآن لأنه أنا رحت في موسم الجفاف ويمكن ما في أمطار، والآن عندنا في السعودية هنا أو في الخليج الأجواء جدا حلوة وباردة. في عز الصيف اللي عندنا هنا 50 و45 و55، هناك عندهم 10 و12 و14 و18، فبالتالي فيها يعني عاملي جذب اللي هو القرب والأجواء، وفي عنصر ثالث جدا مهم اللي هو مناسبة لبعض أصحاب الميزانيات البسيطة. لكم أن تتخيلوا إحنا 6 أيام، إحنا كنا 3 أنفار طبعا، شفتوهم أبو بسام أبو سليمان الله يمسيهم بالخير، 6 أيام صرفت فيها 1180 ريال قبطيتي أنا فقط، ونحن عايشين عيشة ما شاء الله تبارك الله الإبداع. فهذا برضو العامل الثالث إنه الرخص. العامل الرابع هو اللي بالفعل أنا حسيته وكل من زار إثيوبيا، الشيء الرابع والمهم جدا بالنسبة لي اللي لاحظته ما وجدته إلا في سرايف وفي البوسنة والهرسك، فيها راحة نفسية وفيها سكون. طبعا كل إنسان يمديه يخلي من مكانه جنة، وفي كل إنسان يمديه يخلي من مكانه نار. يعني في ناس ممكن يروح أوروبا، ممكن يروح أمريكا، لكن ما يعرف يعيش، ما يعرف يسعد نفسه. من الأشياء اللي جذبتني في أديس أبابا، حتى كمان كنت أسمع روادها وكنت أسمع من سبقني لزيارتها يقول لك فيها راحة نفسية وصفاء دين. ولعلمكم يمكن في واحد الآن لو طلع معايا إن شاء الله، حبيبنا واحد من أعز أصحابي ألف كتابه هناك أو نقح كتابه هناك، يقول لي أخذت 2 أسبوع فيلا راقية في أديس في حي بولي المشهور حي السفارات، وما خلص كتابي إلا هناك. من وجهة نظري الخاصة وبقول رأيي بصراحة، لأنه أنا ماني من الناس اللي أورط الناس من ورايا عشان أسوي نفسي أني سويت تغطية حلوة يلا روحوا من ورايا. البلد لا تصلح عائليا، خذوها مني، لا بنية تحتية يعني جيدة ولا أماكن ترفيه للعائلة ولا للأطفال. أنتوا شفتوا كيف التغطية؟ سياحة، أجواء، استرخاء، استكشاف، ولسه في أماكن كثير ما رحناها. بالطيران تخيلوا يمكن 1 ساعة 2 ساعات، أسخن بقعة في العالم في أثيوبيا، موطن البن الأول في العالم في إثيوبيا، قبر أول صحابة هاجروا إلى إثيوبيا موجودين فيها في إثيوبيا، قبر النجاشي موجود في إثيوبيا، والعديد من الأماكن العجيبة. لكن العائلة ما تصلحش. بالنسبة للأمن ما شفت أي شيء بفضل الله عز وجل، لأنه زياراتنا كلها وتحركاتنا كلها في النهار، يمكن هذا شيء. الشيء الثاني إنه لما زرت منطقة إدنا مول، المول المشهور في أديس أبابا، كثير من الرسائل ومن كثير من القصص جاتني إنه تم نشل الجوالات منها بطريقة وبطرق احترافية. فأنا أقول احرص ولا تخون، ولندن عندنا من أكبر وأعظم المدن السياحية في العالم وبتصير فيها سرقات، لكن أنا أقول حرص على أغراضك، لا تظهر أغراضك الشخصية ولا تظهر أي أشياء ثمينة عندك، وإن شاء الله البلد أنا أقول أنا ما شفت فيها شيء للأمان، شفت شيء طبيعي، بل بالعكس وجدت الشعب الإثيوبي مني أطيب وأدب، شعب مؤدب جدا وحاله حال نفسه. هذه وجهة نظري، واللي عنده شيء يرسل لي على الخاص نحط نشوف، ما في مشكلة واحد تعرض لموقف. أرجع وأقول إني أنا ممكن أعيد زيارتي للبلد هذه ثاني مرة، لأني ظلمتها في كم مكان. منبع النيل الأزرق موجود فيها، قبور الصحابة رضوان الله عليهم وقبر النجاشي من الشيء اللي نفسي أشوفه إن شاء الله، أسخن بقعة في العالم برضو نفسي أشوفه إن شاء الله، مدينة هرر وما أدراك مدينة هرر، سمعت عنها كثير بشلالاتها حتى معايشتهم للضباع، الضباع في كل العالم شرسة إلا في هذه المدينة روضوهم، صاروا يأكلوا ويشربوا منهم مثل يمر من جمهم كأنهم بساس. هذه من الأشياء اللي جدا مهمة وجدا إن شاء الله ناوي أزورها، بحر دار مدينة هرر برضو، المدينة الأسخن بقعة في العالم إن شاء الله. هذه وجهة نظري باختصار وتقريري عن إثيوبيا، واللي عنده شيء راسلني على الخاص وإن شاء الله أفيدكم.